سلامة يا استاذة أميرة، ايه الأخبار؟ بصي، من حوالي 12-13 سنة كده كان في حاجة اسمها سفينة الحرية. سفينة الحرية، السفينة اللي فيها أتراك اللي رايحين معرفش يعملوا ايه في إسرائيل ويحاربوا إسرائيل، والإخوان المسلمين في مصر. بعد ربع ساعة من حركة السفينة دي كانت صور أردوغان في كل الشوارع باعتباره الزعيم المسلم اللي هيحرر فلسطين. أنا ليه جايبة النموذج ده بعيد شوية؟ عشان أقول إنه الصراع المصري التركي اللي هو الصراع اللي بادي من عنده، اللي هو مازال متصور نفسه الباب العالي والأستانة وإن إحنا ولاية وأمانيا لالالي والجو ده، الصراع ده قديم. الإخوان المسلمين، جماعة الإخوان المسلمين، كانت أداة للترويج لأردوغان، للترويج للنموذج ده اللي هما كانوا بيقولوا الذي ينتمي إلى حزب إسلامي ولكنه ليبرالي، وبصوا يا جماعة تركيا عاملة إزاي. لما بدأ الإخوان يلعبوا دورهم في مصر ثم رفضتهم مصر ب30 يونيو، ما عادش فيه ليبرالية اضطر يكشف عن وجهه الفاشي المعادي للحريات ويكشف عن وجهه الفاشي المعادي لمصر. ثم جه الانقلاب العسكري اللي أنا أول مرة في حياتي أشوف رئيس دولة أو دولة قائمة في الحكم تقبض على جيشها وتقلعه في الشوارع. يعني لو شفنا ده من محتل مستعمر نقول جريمة مروعة. الله، ما فين الديمقراطية؟ ديمقراطية إيه بقى؟ ده احنا شفنا دكاترة جامعة بتتجرجر، بتتجاب من محاضراتها وبتترمي في السجن، وصحفيين بيتجابوا من 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 مقر اعمالهم ويترموا في السجن، وقضاة وجنرالات في الجيش. يا جماعه احنا ما اشتريناش منه فكره الديمقراطيه خالص، لا اشتريناها منه على المستوى الداخلي في تركيا، ما فيش اي ديمقراطيه. وبعدين ده تاريخ تركيا ده كله دم، ما بين مذابح الأرمن، ما بين اللي بيعملوا في الأكراد في سوريا وفي في تركيا. يعني الأكراد قنبلة أردوغان وتركيا بتنكرها. طيب.